اوكي زي هيك. فالحين بسوي الارتفاع الثاني اللي هذا هو. اي قول له ايش الفضيحه دي؟ ايش الفضيحه دي؟ اوكي خلنا تسوي السلالم من هنا عشان ارتفع. شوفوا السلالم اللي عندي يا جماعه مره غاليه، السلالم هذه مو حق من الخشب. اوكي خلنا نسوي زي كذا. اوكي حلو حلو حلو، الحين لازم ارتفع كمان ارتفاع. اي اي اوه شايفين كنت راح اطيح، بس اوكي خلنا اكمل زي كذا، ارتفاع اعلى 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 من الثاني، واسوي كمان نفس الشيء زي ما انتم شايفين هذا الشيء زي هيك، واحطه زي كذا زي ما تشوفون. اوكي وبسوي اخر شيء، شيء مره مره كبير، وهو اخر ارتفاع. اوكي خلنا نسوي اخر ارتفاع، ارتفاع الاخير، ليتس جو هيك. اوكي سوي له السلالم عشان ايه ليه ما يبغوا يضبطوا. اوكي خلاص الحين يضبطوا انتم شايفين، فبس صعد كذا صعد 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 كذا، وبروح يا جماعه كذا ليتس جو هيك. حلو حلو الحين خلصنا. زي ما تشوفون هذا اخر شيء بسويه، لانه ما يمديني اسوي اكثر من كذا لانه بيصير مره كثير، فخلينا نسوي سلالم ليتس جو. اوكي فخلنا نسوي اخر شيء هنا كمان، والحين بشوف اخر شيء سلالم ليتس جو. اوه كنت راح اطيح. اوكي حلو اوكي خلنا نسوي كمان هناك. هي هي اوكي نسوي هنا. اوكي سويناه ليتس جو. الحين بنزل تحت وكمان اقدر انزل تحت، فزي ما تشوفون الحين المسبح حقي تقريبا خلص. زي ما تشوفون شوفوا يا الله شوفوا الصعدات. اوكي في شيء ثاني بسويه، هو هذا الاخير، اني بسوي هيك احاطه للمسبح بهذا الزجاج، فبيصير كذا كانه مره 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 غني. فالحين نجي من هنا. اوكي هيك هي، بس كنت اتمنى انه اخلي المسبح هذا حقي في منطقة مرة مرة عالية، فبيكون كذا شكله مرة رهيب مع الزجاج، فتقدر تشوف المنطقة وانت قاعد كذا الزجاج، شيء مرة رهيب. اوكي الحين خلينا نروح نكمل من هنا، ليتس جو لازم اخلصه كله 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 لازم يتخلص. اوكي خلينا نروح من هنا ليتس جو. اوكي تعال. اوكي اه ما قاعد اشوف الطريق شلون بيكون زي كذا، ليتس جو كمان من هنا. اوكي اها قربت قربت اخلص. اوكي هنا لازم كمان اشيل هذا. اوكي خلنا نشيله، المشكله ما يريد انشاء لانه مره مره غالي، ومره كذا جودته مره رهيبه. شوفوا كيف مره مره غالي من الكريستال، ما ادري مش مصنوع هذا الشيء. اوكي خلنا نشيل هذا كمان، ده سويناه على الفاضي يا الله قاعدين نصرف كثير. اوكي شيل هذا كمان، قبل شوي قاعد اقول لكم والله معي كثير دايموند، الحين قاعد اقول لكم قاعد اصرف يا الله. اوكي طيب زي ما تشوفون الحين قربت اخلصه، خلنا اخلصه بس. اوكي سوي زي كذا ليتس جو. يا الله يا ساتر يا ساتر، ان شاء الله يرقون يا رب، ان شاء الله يكون رهيب مره. اوكي خلاص هيك يكفي مره، ومن هنا هنا بتكون الصعدة، فخلنا نسوي زي هيك زي كذا ليتس جو. خلاص اوكي خلاص كذا تكون خلصنا يا جماعه، والحين خلينا نحط الاشياء ونستمتع يا جماعه بالجو. خلينا اول شيء خلينا نجيب هذا احطه زي هيك، اه ما اقدر احطه، اوه نسيت والله ما ادري كيف هذا، حطه زي كذا بس كشكل يعني عرفت شلون. الحين خلونا نروح نجرب المسبح حقنا كيف راح يكون. اوكي نجرب اول شيء، اول شيء بسم الله. اوب دا تان تار تا تو 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 والله يا الرهابة والله. اوكي راح الحين بنجرب ثاني واحد نشوف كيف راح يكون. يا ربي يا ربي راح يكون احلى من ثاني، بس انا خايف شوي لانه صعب بيكون. اوكي خلينا نجرب. اوكي اوكي لا هذا هو، اوكي هذا هو صح، ثواني خلينا نشوف. لا في واحد، اوكي هذا اوه في واحد اوف ما شفته والله مختبئ، ما قاعد شفته حسبته هذا اخر شيء. طيب بسم الله الحين نجرب. دون طان طان اوكي قربت عند اللي فوق. اوكي بسم الله بسم الله اوه يلا اوه ماي جاد والله انها مره رهيبه يا جماعه. اوكي شكلي نسيت واحد كان لازم احطه كمان هنا، هذا طبيعي لازم يكون هنا زي هيك عشان تيجي تنط. تو 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 والله انه مسبح مره رهيب يا جماعه، افضل مسبح اسويه بحياتي. واهم شيء اني اقعد اكل البيتزا وتشوفوا كيف المنظر يا الله يا نار. رهيب مره، بس اجيب اصدقائي الحين وخلاص جي جي ليتس جو. اكتبوا لنا تحت مين فاز الفقير ولا الغني، ومين مسبحه افضل مسبح. نشوفكم في الحلقه الجايه، بيس.